اهلا وسهلا بيكم، معكم محمد عبله. النهارده معانا موضوع مهم لازم تعرفه. هنتكلم على ازاي كيف يتم اكتشاف ما تفكر به من اختراعات. الموضوع ده يعني انا ليا فيه تجارب، بس لما انا افتكرته قلت لا، لازم تعرفوا عنه معلومات يعني عشان تاخد بالك، لان الناس اللي تقعد تتكلم انا خايف الكيس يتسرق. لا، انا عايز اديك ابعاد اكتر من اللي انت تتخيله. انا عايز اوصل لك رساله. لا، هو مش هنستنى اصلا، هم مش هيستنوا يعرفوا انت هتخترع ايه. لا، هم بيعرفوا من الاول انت هتفكر في ايه كويس، يعني وايه المجال اللي انت بتدور فيه، وتحديدا ايه النقط اللي انت بتبحث فيها. فاحنا اوريدي خلاص احنا عرفنا الموضوع اللي انت بتتكلم فيه وايه اللي مهتم بيه، طبعا طريق البرامج. هو خلاص ما بقاش في حد بيقعد يبحث وراك ويدور وراك ويشوف انت بتدور على ايه او بتبحث على ايه. لا، فالموضوع بقى متقدم عن كده بكتير. بس هحكي لكم تجربه كانت حصلت معايا زمان كويس. انا كنت بستخدم عادي نظام ويندوز، ومره يعني حصل لي جهاز اتهكر وكده. والله ساعتها الفلاشه والهارد واللاب كله باظ بصراحه. في وقت كانت مشكله ازمه، بس ما شاء الله زي ما قلت قبل كده واحد صديقي يعني ربنا يكرمه قال لي بص، اللي راح يبقى هي حاجه قديمه، فانت يعني المفروض تعمل اضافه جديده. بما انه هو ربنا اراد اللي حصل لك نصيبك اللي انت حاجه تروح منك، يبقى انت المفروض تبدا بخطوه جديده غير اللي انت بدات بيها قبل كده. خلاص انسى اللي فات من اختراع. يعني كان عندي اختراعات وافكار حاجات مهمه حاططها في الهارد اكيد يعني، بس كلها راحت كويس. فقال لي لا، اعتبرها دي بدايه جديده عشان تغير النظام بتاعك. قلت ماشي، فعلا خدت دي كنقطه ايجابيه واشتغلت عليها. بس بعديها اتعرفت على حد ان شاء الله يعني كان شخص برضه متميز، فراح جاي منزل لي برنامج، مش فاكر البرنامج ده ايه قوي. البرنامج ده بقى يكتشف لي مين بيتابعني بالذات في السيرش كويس. فبدأ ساعتها في أول دقيقة أو حاجة بدأ يقفل على 1900 موقع. فأنا بقول له هو البرنامج ده بويس صح أي كلام من الحاجات دي؟ قال لي لا ده بجد. قلت له يعني إيه بجد في 1900 واحد بيدور عليا؟ قال لي آه برامج. فقلت له ليه يعني 1900 ده كتير؟ قال لي اه طبعا كتير. قال لي انت بتشتغل ايه او يعني شغلك في اكتر ايه؟ قلت له لا، على ابحاث، انا بشتغل على ابحاث على اختراعات، واوقات كنت ادور على بحث علمي. فقال لي لا، ما هو فعلا بيدوروا انت بتعمل ايه. شوفوا ده حاجه حقيقيه، مش هحكي لكم حد حكاها، وما اعتقدش حد اتكلم عن الموضوع ده، بس انا بتكلم عن حاجه حقيقيه كويس. انا برضو اعتبرت كلامه برضو يعني ايه، انا برضو يعني مش بطمن بسرعه او ما وثقتش قوي في البرنامج يعني اثق في الشخص طبعا، شخص ان شاء الله محترم، بس انا مش واثق في البرنامج. قلت طيب خليني ايه. ساعتها حتى نزلت نظام ويندوز لينكس، لينكس ده مش بيتهكر اصلا كويس. المهم قلت طيب خليني ايه، اخلي البرنامج مش هخسر حاجه. وبدات ايه استمر واكمل في الشغل بتاعي والبحث بتاعي. فكان مره اتطلب مني محاضره في البحث العلمي، انا فاكر الموضوع ده حقيقي يعني. بدات ايه ادور على بعض الحاجات، بس انا فاكر حاجه يعني بالظبط طلب مني حاجه في البحث العلمي كويس. ساعتها بدات ادور وادور على حاجات في التشريح وادور على حاجات. انا عايز اقول امثله، انا دلوقتي عامل محاضره، كان في محاضره في الاكاديميه عندنا، فانا عايز اعمل محاضره جيده، عايز احط لها محتوى كويس، فبدور على المحتوى. لما بدات ادور على المحتوى، رغم ان مثلا كان عدى قرابه سنه خلاص بدا يقل ايه الناس اللي هي بتتابع او البرامج اللي بتتابع، بدا العدد يقل بشكل كبير. قلت طيب خلاص، اعتقد خلاص هم ايه فقدوا الامل، او البرامج خلاص قالت لا، اللي انا عندي حاجه امن قافل على نفسي، فما حدش هيقدر ايه يدور عليا. لما جيت ادور على الابحاث، والله ساعتها العدد بقى يزيد 100 200 300. قلت ايه ده، ساعتها انا صدقت البرنامج شغال، لان انا لما جيت ادور على ابحاث علميه وحاجات في التشريح، حاجات في تفاصيل معينه اللي انا كنت ببحث عنها، لا بدا يزيد عدد المتابعين اللي بيشوفوا انا بعمل ايه كويس. بعد كده ماشي، الجهاز ده موجود عندي في البتاع ده في المكتب. خلاص انا جبت اجهزه ثانيه، ولا حاطط فيها بقى، ما بقاش يشغلني موضوع الامن قوي كويس. انا بقيت بقى ايه اعمل امن بدماغي، انا ما عايز اوصل لك الرساله دي. دلوقتي الاجهزه متطوره، يعني انا بتكلم على فتره ما كانش فيها ذكاء صناعي بالطريقه اللي احنا بنتكلم فيها. انا بكلمك على بدايات الذكاء الصناعي، بتكلم الكلام ده يمكن مثلا من 8 سنين 10 سنين بجد. يعني انا يعني بتكلم على فتره، شوف الفتره دي كنت بتكلم فيها على الموقف اللي حصل ده كويس. ففتره كان يعتبر وما كان لسه الذكاء الصناعي لسه جديد، او التفكير بالطريقه دي كان لسه جديد تمام. فانا ساعتها لا بدات اغير. هقول لك نقط مهمه ان شاء الله تنفعك يعني كويس.
في اخطاء بقى احنا بنقع فيها كويس، عايزك برضو تاخد بالك منها والشباب عامه، الفئه الجديده اللي بتخترع وتفكر، علشان انت تقول اختراعات. انا هقول لك بقى الاساس، انا اوريدي شغال، انا خلاص بقيت مسيستم نفسي، عارف بشتغل ازاي بدون ما انا يوصلوا لي، خلاص انا اتعودت، انا بقيت دماغي متبرمجه. بس فعلا انا سبحان الله ما اعرفش ايه اللي فكرني بالموضوع، يعني كنت اوريدي هعمل فيديو تاني بس سبحان الله افتكرت الموضوع، قلت لا طب ما انا فعلا يمكن المخترعين ما يعرفوش عنه حاجه. لا مهم تعرف، يعني لازم تعرف كويس. اول حاجه لما يكون مصدرك الوحيد البحث على السوشيال ميديا، على اي وسائل التواصل، دور على جوجل، دور على اليوتيوب، بتدور على الفيسبوك عن مثلا معلومه مثلا مرض معين، او معلومه مثلا اجهزه معينه مثلا الكترونيه او كذا او كذا. لما يبقى ده مصدرك الوحيد في البحث، تاكد ان انت بتدور عليه ده هو في نسخه منه بتوصل لحد تاني، هو مش بيوصل لحد تاني كفرد. في برامج بتجمع، يعني انا متاكد ان احنا مثلا مش الوطن العربي، المدينه، المنطقه، العمر، يعني حتى العمر، انا عمري مثلا، هتلاقي ناس من نفس الفئه بيشوفوا نفس الفئه، تبحث عن الموضوع ده ولا لا. خد بالك ان احنا كباحثين او مخترعين مختلفين، عشان كده بيتم متابعتنا. ما بقتش فارقه معايا بقى يتابعوني ولا تتابعونيش، ما بقتش فارقه خالص، ما بقتش يهمني اصلا، لان انا هقول لك انا بشتغل ازاي كويس. ففكره مصدرك الوحيد يكون السوشيال ميديا للاسف دي حاجه سيئه جدا. ده انت كده يعني خلي بالك، الفكره اللي انت تفكر فيها دي هي عندهم كوبي منها كويس. حتى اللي بيشتغل معايا في براءه الاختراع، خد بالك اللي انا برسم مانوال، برسم مانوال مش برسم ببرامج اصلا كويس. انا عشان انا بحب اعمل كده، بس ده برضو حاجه جزء امني، مهما كان البرامج برضو، لان احنا بناخد برامج ممكن ناخدها مجانا او ناخد حاجه مفتوحه او الكلام ده، برضو انا بحس ان انا ممكن انا عرضه لنسخه منها توصل باي طريقه ما كويس. انا ما عنديش اثبات قوي على نقطه البرامج، بس انت فكر كده، برامج بيتعمل لها ابديت، برامج كذا، انا ليه ما توقعش ان الداتا بتاعتي تكون بتطلع، ليه لا كويس. فانا بستخدم الرسم بتاع اختراعاتي ده، انا بشتغلها اولا، انا بعملها للناس، بستخدم مانوال في الغالب كويس. من بعد موضوع الهاكر، انا بدات استخدم الورق تاني بكثره، عندي ورق، استخدام الورق دائم كويس. دي نقطه برضو، اللي انا مش بعتمد 100% على اللاب ولا على الاجهزه بتاعتي، بقاش يهمني، الاجهزه بتاعتي بقت بسيطه، ما بقتش هي محور. انا زمان عشت فتره انا محور شغلي كله الاجهزه، لو خدت مني الجهاز ده انا ضيع، عشان نظام كده بقيت استخدم الورق اكتر. بقى عندي داتا ورق، يعني انا كتب دلوقتي اللي انا بقوله ده كتب نقط فيه كويس. في الغالب الورق دي مش برميها، بشيلها، والفيديوهات اللي انا بنزلها بشيل نسخه منها عندي كويس. وعارف في نسخه منها على اليوتيوب، بس انا شايل نسخه عندي برضه، وشايل نسختين كمان، نسخه التقيله نسخه اللي بتتضغط كويس. يعني مأمن نفسي الى حد ما، بس برضه مصدرك الوحيد البحث على السوشيال ميديا، وتقول انا بخترع او انا باحث، انا بعمل بحث على السوشيال ميديا، للاسف انت بتعمل البحث اعتقد واحد تاني قصادك، او البرامج قصادك عملت البحث اللي انت بتعمله كويس. طبعا الكتاب، كتاب مهم جدا بكل المقاييس، هو ده اللي بيدي ثقل. انا قريت كتب كتير، اوقات فعلا ما اعرفش اقرا، او ما لاقيش وقت ان انا اقعد اقرا فيه كتب، بتكلم على الكتاب مش بتكلم على حتى على الكتاب البي دي اف كويس. اوقات كتير قريت، اوقات كتير اهتميت بالكتب، الكتب حاجه معرفه تانية خالص، مش برضو نقرا يعني شويه نتفرج على فيديوهات اكتر، لا انت محتاج يبقى عندك سورس كتاب، عايز تعمل حاجه وعايز تكون متميز وقوي فيها وتتكلم فيها بقلب، لازم تقرا ولازم يبقى عندك مصدر كتاب. مصدرك سوشيال ميديا بس لا صراحه، ما تخليش يعني انت بتبني حلمك وهدفك واختراعك على السوشيال ميديا بس، لا للاسف ده مش ده افضل حاجه. انا شغلي جزء منه بحث، جزء منه معرفه شخصيه وقراءات وحاجات اتعلمتها، واوقات ادور اقرا، يعني ممكن ابحث استفيد من السوشيال ميديا اللي هي تفتح لي مواضيع بس، وانا ادور على السوشيال اقرا الكتب، اعرف من الكتاب ده الكلام ده صح ولا لا، واعرف الاساس ده صح ولا لا كويس. برضو استخدام حاجه جديده، انا الذكاء الصناعي بحبه، اي حد بيسالني حاجه اقول له دور، اسال الذكاء الصناعي عن مثلا عن كذا، عن العقد، عن كذا، اساله كويس، اساله مفيش مشكله، لكنك انت تعتمد عليه في الاختراع، دور لي على كذا، دور لي على تروس كذا، دور لي على مقاسات كذا، دور لي على مشكلة في كذا، كل الكلام ده انت بتحدد له انت بتفكر فيه. وانا برضو متأكد اللي احنا بنعمله في الذكاء الصناعي ده بيوصل منه داتا ليهم، برضو ليهم بقى اللي هم مين، اي حد ما تفرقش معايا، بس المهم اللي احنا التتبع اللي بيحصل، لا بيحصل، انا مش بنتكلم على حاجة، لا انا بتكلم على حاجات حقيقية،
هو ده اللي بيحصل. مش عايز اقول لك بدليل، لما انت تيجي تتكلم او تبحث مثلا عن جهاز معين او تتكلم مع حد، والله تتكلم مع حد بس عن جهاز معين، هتبص تلاقي جالك اعلانات كويس. هو ممكن يكون بيستخدموه بطريقه يعني كنوع من الدعايه، لو عايز يستغلك ياخد منك فلوس او يبيع لك الجهاز اللي انت بتبحث او بتفكر فيه. بس يعني مش مشكله، انا عايز بس اوصل لك رساله اختراعك بيتقلد. لا ده انت اختراعك من اللي انت بتعمله في نفسك ده، البحث واهتمامك بالجزء السوشيال ميديا بس بدون ما انا اكتب ولا ارسم ولا اقرا كتاب، انت بتضر نفسك. طيب خلينا بعد كده حاجه تانية برضو بتوصل لي، يا راجل ده انا شخصيا بفهم اصدقائي بيعملوا ايه. ده دي مصيبه كمان، لما الاقي صاحبي مثلا بيدور على عربيه بيسال، انا عرفت لو عايز يشتري عربيه، لا ده انا عرفت لو معاه فلوس يشتري عربيه، ده انا واحد عادي، هم الاجهزه بتعمل ايه؟ فاهم قصدي؟ يعني انت لما تستغرب تقول هم عرفوا ازاي، عرفوا ازاي ده انت عمال تسال. الاسئله دي مصيبه، دي بتحدد الشخصيه. لما الاقيك مثلا بتسال عربيه بس، انت معاك فلوس كويس، انت تقدر تشتري عربيه، بتسال عربيه نوع معين بس، انت بس روح اكتب سؤال عن مثلا عربيه غاليه بس خلاص، بيسال اكيد بيسال عشان حاجه، هو في حاجه في دماغه. فالاسئله دي برضو احنا بنتكلم طبعا على مجال الاختراع، لما تيجي تسال على اختراع معين، على تفاصيل معينه، على مثلا تيجي تسال بس خش على الجواب يا جماعه الهيدروجين كذا، بس يبقى انت بتعمل اختراع في الهيدروجين. انا مش محتاجه ذكاء، دي مش محتاجه ذكاء ولا باي نوع، ده انا انسان بسيط اقدر اعرف الموضوع ده كويس. خد بالك من الاسئله انت بتسالها فين. ممكن تستشير ناس خبره على الواتساب، او ممكن تسال دكتور، تسال حد متخصص. بس زي بقول لك التدوير والبحث ده بيوصل انت بتفكر في ايه. عايز اقول لك حاجه انا كنت بعملها، انا كنت ابحث عن الفكره او موضوع معين، وابحث بعد ما اخلص اقعد اتسلى، اكون مثلا بقعد مثلا ايه بشرب حاجه او كده، اقعد ابحث عن حاجات تانية غريبه، ابحث عن افلام مسلسلات عن اي حاجه. بص هو في الغالب لو برنامج متابعني هيقول يا جماعه الراجل ده مخه لاسع، الراجل ده مش دماغه بايظه، في حاجه غلط بجد، لان انا كنت ابحث عن حاجه وابحث عن حاجات تانية. يعني من الاخر ما خليش البرنامج يعرف انا بس بدور على دي، انا مركز عليه، لا مش مركز، انا مركز عليه وشويه حاجات تانية ولاش اي لازمه. بس انا كنت اتسلى، يعني كنت بعمل كده، ممكن تبقى فكرتي صح ممكن تبقى غلط كويس. طبعا حاجه تانية، اعتماد الملفات المهمه بحطها على درايف مثلا كويس، او اكتبها بمسميات. دي نقطه مهمه لو اتكلمت على حاجات برضو في الهاكر، يعني انا عندي معلومات برضو كويس، تيجي انت تروح كاتب ايه ملف الحاجات المهمه، ملف براءات الاختراع، ما الكلام ده خلي بالك منه انت بتشيله ازاي، ما تكتبش ما تعرفش. يعني انا عايز اقول لك اهم ملفات عندي كاتبها باسماء غريبه كويس، هو ده صح. البرامج بتتسيستم على حاجات هم بيقولوا لهم، لدرجه ان هم اوقات كانوا بيسيستموا على الالعاب، لان كانت الناس تدفع في الالعاب فلوس كتير، فهو بيسيستموا اي ملف فيه العاب مهمه خش اضربها كهاكر. يعني هو بيضره في اغلى حاجه عنده كويس. فخد بالك من المسميات انت بتكتبها جوه الفولدرات كويس. حاجه ثانيه، طبعا الملفات بالنسبه لل اللي هي خاصه بال اسمه ايه ده الباسورد والحاجات بقى المهمه دي، يعني معلش خلي عندك يعني ايه صعوبه شويه في فهم الملفات دي. يعني انا في الغالب محدش بيعرف الباسوردات بتاعتي، يعني انا ممكن زي ما بقول لك اكتبها على ورق، طبعا تصورها لا، وطبعا بتكلم بقى نخش بقى على الفيزا والكروت المهمه والحاجات، اوعى خلي بالك برضو انك انت تفتح الفيزا على الموبايل، يعني حاجات بقى تانية امنيه بسيطه كده، بس انت خلي بالك من النقطه دي، لان تهكير الموبايل او اللاب او السوفت وير بتاعك، يعني في برامج بتطلع فجاه كده للاسف بتضر الناس كويس. فانت خلي بالك من الداتا بتاعتك، طبعا دي حاجه مهمه. زي مثلا ناس، يعني في حد قريب كنت انا سامع اللي هو اتهكر كويس، فساعتها قلت له لا، في انت ممكن تدخل على جوجل، تخش على الجيميل بتاعك، يعني بيقول لك وفي كذا برنامج كده، في كذا حاجه كده، هو يعني هو الهاكر قال طبعا غير زمان، بس انت ممكن تخش تعرف ايه الاجهزه المفتوحه. انا باجي كل فتره، دي نقطه برضو هنهي بيها الفيديو، مش عايز يطول عن كده، باجي كل فتره يمكن كل سنه اغير الباسورد بتاعي. انا بعرف الباسورد ده سنه كام، تخيل، يعني انا كل سنه اغير باسورد، ممكن اغير ارقام تليفونات كمان، فكل سنه او سنه ونص على حسب مزاجي بقى، او 6 شهور على حسب ما اشوف الوضع ايه، كل فتره اغير الباسورد، ازود له حاجه، انقص منه حاجه، انا عارف خلاص، انا برضو الحمد لله، يعني ايه في الباسورد ده انا فاكره، انا الباسورد بتاعي
يعني مش عايز اقول لك صعب بالطريقه، وانا مش بفتكر، بس انا يعني اجبرت نفسي احفظ الباسورد عشان ما اضرش نفسي، انا في النهايه عايز احمي نفسي. طبعا اتمنى يكون الفيديو عجبكم، قدر الامكان حبيت اديكم ملخص، مش بخوفك بس خد بالك، يعني خد بالك وامن نفسك، دي حاجات مهمه. وعلشان ما تقولش ايه هل انا بيقلدوه، لا مش بيقلدوه، ده بيعرف انت بتفكر في ايه، يعني قبل ما يقلدوك ويفكروا فعلا ممكن يكون ناس شغالين هم عارفين بيشتغلوا على ايه. بس يبقى هطمنك بحاجه، يبقى كل انسان ليه بصمه زي البصمه بتاعتي دي، كويس؟ محدش بيتشابه، والانسان فكر الانسان اصعب حاجه، الاجهزه مش هتحلها انا متاكد، تفكير الانسان صعب 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 تتحكم فيه وتقدر تقول والله انا متوقع الانسان ده هيعمل كذا. مفيش برامج تتوقع سيستم وحركه الانسان، مستحيل. في برامج كتير اشتغلوا عليها بس هو خلاص في النهايه، وثقتي ثقتي مفيش حاجه تقدر تتوقع انت بتفكر في ايه. اللي احنا فيه بتلاقي زي فعلا زي انسان كويس ومحترم، فجاه يحصل له حاجه فتلاقيه تحول لوحش بقى حاجه تانية خالص. ممكن يبقى انسان فعلا مش كويس ويعني مكروه وكذا، فجاه تحصل حاجه تخليه يتحول يبقى انسان هادي. لو حد بيراقبه هيقول ازاي دي حاجه غير طبيعيه، بس الانسان عنده قدره على التغير بطريقه رهيبه. فالبرامج مش هتقدر تعرف بالظبط هو عايز يعمل ايه او بيفكر في ايه. يعني اطمنه برضه، يعني مش بخوفكم قوي بس بقول لك خد بالك، عشان انت برضه الناس اللي هي عندها حس الامني عالي وخايفه، لا يا انا عايز اقول لك انت من بدايه ما بتفكر هم عارفين اصلا، بس الفكره وكده دي شغلك انت، فخد بالك انت امن شغلك انت. يعني كل فيديو عجبكم بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.